الشرف ان نكونوا هنا حاضرين اليوم. كما تعلمون العصبة عندها جوج ديال راس المال ديال الكبير هو التاريخ ديالها اللي تاسست 1924 وعندها الظاهر بالنفع العام منذ 46. احنا عندنا برنامج كما تعلمون الدأس لا زال يشكل خطر كبير في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم كنحتفلوا بالاسبوع الوطني ديال الصحه الجامعيه، وكيف لاحظتوا ان هذه الورشه هذه اللي بمعيه السيد وزير السادة الوزراء ديال التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم العالي، وكذلك السيد الوزير المنتدب، وزاره الصحه كتواكب هذا المشروع اللي غادي يكون ان شاء الله ديال انجاز جميع المراكز الصحيه في جميع المراكز الصحيه على المستوى الوطني 23 اللي هما خليات ديال الانصات لمواكبه الصحه النفسيه ديال الطلبه. وحنا كنعرفوا ان الصحه ديال الشباب ولا سيما الطلبه، وكيف كيحث عليها صاحب الجلاله الله ينصرو في جميع الخطب ديالو واللي كيشكلوا النواه الاساسيه ديال المجتمع المغربي، لازم خصها واحد العنايه خاصه كيف بغاها صاحب الجلاله. ومن هذا المنطلق كاين هذه الصحه الجامعيه كتشكل لنا واحد النقطه ديال الانطلاق، لان كنعرفوا ان الشباب ولا سيما الطلبه المغاربه عندهم واحد الفضاء، هذه حياه خاصه اذا خصنا نخلقوا لهم البيئه ديال الحياه ديالهم، وتكون جميع الخدمات الاجتماعيه تكون محققه ان شاء الله بما فيها الحاجيات الصحيه. اليوم التغطيه الصحيه الشامله كتشملهم، اذا لابد ان تكون عندهم خدمات صحيه داخل المرفق اللي كيعيشوا فيه، وفيها جميع ما يخص الصحه الجسديه والصحه النفسيه. واليوم الصحه النفسيه في جميع الدول كنعرفوا بان عندها واحد الاهميه كبيره، لان ضروري من طريق الصحه النفسيه كنا نعرفوا الميولات ديال الطالب، وكذلك حتى المشاكل اللي كتعيق التطور ديالو الدراسي والنجاحات ديالو، ويمكن تعاوننا في التوجيهات ديالو باش يتغلب على المصاعب ديالو على الصعوب في المستقبل ديالو ان شاء الله، ويكون الانسان ناجح للمجتمع ولنفسه. شكرا. في اطار هذا الاسبوع الوطني للصحه الجامعيه نعطي اليوم الانطلاقه وندشن مركز صحي هنا في الحي الجامعي لاكدال. لماذا حي الجامعي لاكدال؟ اول حي جامعي تم الفتح ديالو في سنه 1957 طرف المغفور له محمد الخامس، له رمزيه كبيره. هذا واحد المبادره نموذجيه اللي ان شاء الله سيتم التعميم ديالها على المستوى الوطني في كل الاحياء الجامعيه. كاين 23 حي، والحمد لله مشينا اليوم في واحد الوتيره الاحداثات اللي كتجاوز جوج ديال الاحياء سنويا باش يمكننا نقدموا هذه الخدمه للطلبه. بغينا ايضا، وهذه عزيمه ديال الوزاره، باش ننتقلوا من ذاك الحي الجامعي اللي كيمنح للطلبه الفرصه ديال الايواء والاطعام لواحد الفضاء ديال التحفيز ديال رفع القدرات ديال الطلبه الى فضاء ديال الثقافه ديال الرياضه وديال واحد العدد الخدمات. من بين هذه الخدمات هو احداث خليه ديال الانصات ايضا، وغادي تكون ايضا معممه على الصعيد الوطني، لان اليوم الشباب كيعانيوا من واحد العدد ديال الاضطرابات النفسيه، ولا بد خصنا نواكبهم ونعطيهم الفرصه باش يتكلموا مع اخصائيين. ايضا الخدمه المقدمه من طرف هذا المركز الصحي هي اساسيه في اطار ما نسميه بالطب الاولي، باش من بعد نربطوا مع المراكز الاستشفائيه الله يحفظ، لكن امور اكثر اضطرابا. لهذا اليوم اقل ما يمكننا نديروا لهذ الطلبه هو خلق هذه الفضاءات بهذه المواصفات. هانتوما كتشاهدوا هذا الحي الجامعي الحمد لله كيتحلى بجميع المواصفات المحفزه للنجاح واللي رفع هذه القدرات ديالهم واكتساب مهارات اخرى، وبيئه جميله بطبيعتها وبمؤطرها ايضا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.